عادي بده يتأخر. بس مش اليوم، هو عارف انه عم بحتفل بمناسبة خاصة، مش أي مناسبة، اليوم تخرجي. هلا الاسم بسطي كونجراتيليشن اند سيليبريشن. شباب صبايا أنا جيت. لك أنا يسلمني صغير اللي تخرج، زعلانة مني؟ إيه مبروك حبيبتي، على فكرة أنا جبت لك هدية بس بكرة بتوصل. إنه شو موسى عليها بالطيارة؟ شو بدك فيها هيدا واحد في النص؟ بكرة بتعرفي إذا الهدية عن جد ولا تقنيص، بعدين بدل ما تتفلسفي، ابقي تخرجي من جامعتك اللي صار لك فيها 7 سنين على الأقل، أختك فاتت على الجامعة من بعدك وتخرجت قبلك، ما هيك؟ لك شوف مين عم يحكي، لك 4 سنين بتفحش لأخذت البكالوريا. اسم الله، يعني أنا عايشة بين عائلة عبائرة. ما هي العبرية يا حبيبتي مش بالدراسة، العبرية هو يعرف الإنسان كيف يعيش. إنه قصدك تقول إنه أختك عبقرية بالدراسة بس بالحياة؟ ما هي لأنها شاطرة بالدراسة ما عندها وقت تفكر كيف تعيش، ما هيك؟ يعني بهلة. أنا بهلة؟ هاي لا قصدي إنه بس بالحياة. طيب حبيبتي أنا مضطر إني أمشي، جيت حتى بارك لك. لوين بدك تمشي؟ عندي شغل مع شخص كتير مهم. عن جد؟ يعني وهالشغل المهم ما كان بيتأجل لبعد شوي؟ صعب لأنه بكرة الصبح مسافر هذا الشخص المهم. آه إسام خليك رقص معنا شوي، أصلا صحباتي كله ناطرينك وبيحبوك وبدي يرقصوا معك. لك يقبروني صحباتك أنا كمان بحبهم وحدي وحدي، لك يا مقطيرة لك يا ديك لك حبيبتي. خليك إسام ما بدك ترقص معنا؟ عن جد إسام رقص معنا شوي بعدين بتروح. حبيبتي الشخص اللي قلت لك عنه ناطرني بالسيارة. يا عيب الشوم يا خيي، ولو ترك الزلمة ناطر بالسيارة؟ ايه لأنه بدنا نكمل شغلنا. تعا أنا وياك بنعزمه يفوت يسهر معنا، عيب ينطر بالسيارة. يلا طولينا هون شوية. سيد يوسف تأخذنا، بدي أعرفك على أختي هيا، اليوم حفلة تخرجها. تشرفنا هادي موزيل. أهلا وسهلا. فرصة كتير سعيدة أتعرف عليك بالمناسبة، وأكيد في مناسبات كتير رح تجمعنا. عم صدقك. ولك اشتقت لك، انا اشتقت لك. لحظه شو هالسربريز هيدا؟ لك جمالك، لك جمالك. ميرسي ميرسي ميرسي. سوري 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 برنسيس. لك قد ايه صار لنا مش شايفين بعض؟ صار لنا كثير زمان ما عديتهم صراحه، بس المهم اني اشتقت لك. مش قد والله. صار لي زمان على بالي زورك، بس هلا عم حضر مسرحيه للولاد الصغار وعلى بالي اخذ رايك فيها. ايه بتأمري، بس انه ليه ما جيت قبل؟ ظروف بعدين بخبرك. ايه بفهم منك انه خلصت الظروف مشان هيك جيتي؟ لا والله عن جد في شيء هيك خليني اليوم اجي لعندك قبل بكره. اوف خير خير. هلا انا ضليتني مدري قد ايه اتصل فيك على الرقم اللي كان عندي اياه وما كنت لاقيك، بالاخر جيت لهون قلت بعمل لك مفاجاه. حبيبي هذا الرقم صار له 100 سنه منه معي، بس تشوف قد ايه نحن على تواصل كل يوم يعني. ايه والله شايف. طب شو هذا الشيء اللي جابك اليوم قبل بكره؟ الشيء اللي جابني اليوم قبل بكره هي هالرسمه، اعطيني رايك فيها. لك ما فيها ايديك وسخين. سوري برنسس سوري. تكنيك منيح. يعني ممكن يلي رسمها يكون فنان تشكيلي؟ اللي ما بتعرفي مين اللي رسمها؟ بعرف وما بعرف. اه ايه فهمت عليك، انه معرف عليه جديد وبيكتقفري من ورا شغله تقريبا. شو بدلك عن جد انه تكنيكلي ظابطه. ايه بس بعد لهلا ما قلت لي اذا هو فنان. إذا بدك انفخ فيه يعني، واو مش شايف أحلى من هيك ديزاين. أنا ديزاين؟ عم بدك قول لوحة؟ أحلى من الجوكوند. فكرك رحلة بعيد قلبه، هيدا إنسان أنجع عم بتعرف عليه، ما بعرف شي عنه بصراحة، وإذا بدك الحقيقة هو ما بيعرف شي عن حاله. مفهمت. ها
حدا فاقد الذاكره وكنت عم فكر يعني وعم جرب اعرف من ورا هالرسمه اذا بعرف شي عنه شو بيعمل مين اهله اي شيء. لكن اكيد منه رسام، انه لو راسم ناتور مورت بيزاج حيلا شيء بقول لك رسام، بس الزلمه بيصمم، اذا بده اضرب على العاله بيصمم مجوهرات يعني. طيب بتعرف حدا بيشتغل بالتصميم؟ دايركتلي لا، بس ولا ما اعرف حدا. وقد ايه بدك وقت لحتى ترد لي خبر؟ اعطيني لبكره. كثير منيح، ليك شو رح يصير؟ بكره بتجي لعندي على البيت، بنشرب قهوه مع بعض وفرجيك كم خبريه هيك عن المسرحيه شو عبالي اعمل. وإذا ضل عنا وقت بننزل على الجاردوري فرجيك المسرح، هلا المسرح شوي صغير بس انه مش بطال. كل هول بدنا نعملهم بكره؟ إذا بدك يعني. أنا بدي بس منلحق، خلينا نعمل القسم الأول، بمرق بشرب قهوة، وإذا باقي وقت بنروح على الجاردوري، لا بنروح غير النهار. حبيبي ألدو ميرسي كثير، عن جد عم عزبك معي. أهلا برنسيس ميرا. إف برنسيس ميرا فرد مرة؟ ناسي أيام الجامعة؟ مرقت البرنسس مرقت البرنسس وهذا يقرب هيك وهذا يقرب هيك. عن جد هيك كانوا يعملوا؟ لا بالمره، انت بالمره ما بحياتك انتبهتي ولا بحياتك رح تنتبهي. هو انا مزبوط بالمره قبل وبعد. وروح اتحمم ريحتك طالعه. والله؟ ايه فتصلي. تبعي على حالك. باي بشوفك بكره. باي. سوق على رواق. حاضر. جمالك.